في إحساس ذنب مزمن، وإحساس الذنب في حتة منه مفيدة لما يخليك تتوب. يعني لما تحس إنك عملت حاجة وحشة وقلت له يا رب سامحني، دي حاجة كويس. لكن تفضل طول الوقت متضايق من نفسك لأنك غلطان، دي مش حاجة كويس، لأن دي مش هتخليك تتوب، هتخليك متضايق وعصبي، وممكن تيأس وممكن تكتئب وممكن تأذي نفسك. برضو قايين كان عنده الحتة دي، قال ذنبي أعظم من أن يحتمل. يعني هو حس أنه شايل شيلة تقيلة قوي لكن ما تابش، وبالتالي قضى بقيت حياته دايما عصبي مكتئب وما وصلش الحاجة. إذن إحساس الذنب لما ياخدك في التوبة يبقى مفيد، لو خدك على الاكتئاب والضغط يبقى مؤذي. يبقى الواحد دايما بيراجع نفسه، لما تحس بذنب بسرعة أقول له سامحني يا رب واقلب الموضوع، لكن ما تقعدش تركز فيه زيادة.